السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير والهنا والفرج والسعاده عليكم. اتمنى كلكم تكونوا بخير وفي افضل حال. في دراسه عملتها مجله الديلي ميل البريطانيه على 200 شخص، 100 منهم كانوا معاقين ذهنيا و100 منهم كانوا سلام. الهدف من الدراسه دي كان ان هم يعرفوا اسباب التفاؤل واسباب التشاؤم. النتيجه كانت انه ال 100 شخص المعاقين ذهنيا كان 90% منهم متفائلين ومبسوطين. بالنسبة لل 100 شخص السلام بقى كان 74% منهم متشائمين. الأهم من الأرقام دي كلها إن الأسباب الرئيسية اللي لقوها التفاؤل كانت أسباب واقعية، أسباب ملموسة بتحصل في حياة كل شخص ربنا خلقه خلال اليوم بتاعه. بالنسبة لأسباب التشاؤم كانت غامضة، مجرد أفكار وهمية أو أفكار بسيطة جدا عقلنا اللي بيطورها وبيخليها تساهم في إن احنا نكون متشائمين. عشان كده الله المستعان المعاقين ذهنيا هم اللي كانوا مبسوطين ومتفائلين اكتر. وده برضو مش معناه انه لما نلاقي حد مبسوط نقول عليه مجنون مثلا، لا، او نلاقي تمثالين تحت السرير برضو لا. ده ماشي، الشخص المتفائل ماشي بعقيده التفاؤل. ايه هي عقيده التفاؤل؟ تتلخص في 10 خطوات. الخطوه الاولى، حاول ما تركزش على النص اللي ناقصك في حياتك وازاي تعوضه او تكمله، وبرضه ما تكتفيش بالتركيز على النص المليان، لان ده هيخليك مش عندك يعني دافع قوي ان انت تطور من نفسك. الحياه جمالها في عدم كمالها. رقم 2، اي شخص تقابله اتكلم معاه في اي حاجه ايجابيه وابعد عن السلبيه. رقم 3، الاشخاص اللي محيطين حواليك اللي بتقابلهم او اللي بتشوفهم في حياتك حاسسهم انهم مهمين وان هم اشخاص مميزين، ودي حقيقه انت مش بتجامل. رقم 4، ما تسمحش لأي حاجة إن هي تعكر مزاجك. رقم 5، فكر في الأفضل. فكر في الأفضل واجتهد للأفضل وتوقع إن اللي هيحصل هو الأفضل بإذن الله. رقم 6، لما تقابل شخص ناجح تتحمس وحب نجاحه ده. تخيل إن أنت اللي مكانه، تخيل إن أنت اللي ناجح. ده أهم خطوة من خطوات النجاح في أي حاجة على وش الأرض. رقم 7، امشي بتفكير المثل اللي بيقول مش مهم انت جاي منين، المهم انت رايح لفين. رقم 8، ابتسم لاي شخص تقابله، وده مش معناه ضحك هستيري، لان لو حصل كده احنا عارفين كلنا هيتقال ايه. رقم 9، خلي وقتك كله مشغول بازاي تطور من نفسك دينيا علميا ذهنيا وات ايفر. اهم حاجه ما يكونش عندك وقت ان انت تلتقط غيرك او تركز في حياه او اخطاء غيرك. رقم 10، وهي الاخيره، حاول تكون أكبر من الخوف وأقوى وأعلى من الغضب والقلق وأذكى من الإحباط واليأس وأسعد من إنك تسمح لأي مشكلة إن هي تحصل في حياتك على قد ما تقدر طبعا. بالنسبة لعقيدة المتفائل من القرآن، في أكتر من 40 آية أنا حاططها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. من ضمنها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لا تحزن إن الله معنا، إن الله على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إن مع العسر يسرا. جميل عقيدة التفاؤل دي. أنا عن نفسي هحاول أبدأ بنفسي. أتمنى إن أنت برضو تبدأ بنفسك وتحاول تخلي عقيدة التفاؤل هي منهج بتمشي عليه في حياتك. اشتغل. ثقافة الدرجة.